إضراب الثمانية أيام التاريخي سنة 1957 شكل محطة فارقة في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة، أين استجاب الشعب الجزائري لنداء جبهة التحرير الوطني وقطع الطريق أمام من نادى بأسطورة الجزائر الفرنسية ورفع القضية إلى مبنى الأمم المتحدة. ساهمت هذه الذكرى، أي هذا الإضراب، في تدويل القضية الجزائرية آنذاك في الدورة 11 لجمعية الأمم المتحدة، وكانت دورة استثنائية وإثبات أن الجزائر لها الحق في تقرير المصير. إصرار وكفاح عظيمين جسدهما الشعب الجزائري رغم الحملة الواسعة من الاعتقالات التي شنها الاستعمار الفرنسي لتطويق الإضراب. احنا اللي نتفكروا في الإضراب نتاع 8 ايام، يعني شعب الجزائر طبق يعني الشيء اللي عطاته جبهة التحرير الوطني، حكموا العباد بزاف، ادوهم في لي جي ام سي، ادوهم الاستاد هذاك الوقت نقولوا استاد سانتوجان، وتما يعني الناس اللي كانت ما تحكمتش تما، وين الناس اللي ديسباري، اللي طلع للجبل، اللي حكموه، واللي مات، هذاك يعني لا غريف دي ويجور كانت حاجة عظيمة بالنسبة للجزائر. هي 8 أيام كانت كافية لتصبح محطة هامة ساهمت في كتابة التاريخ وتدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية، لتبقى اليوم راسخة في ذكرى جيل الاستقلال.